أشخاص كثيرة جايبين العيد ما فاهمين شنو هو أبل تي في بلس، ليش برنامج أبل تي في، مش اللي داخل برنامج أبل تي في. فتوقع أني لازم أسوي الفيديو هذا. السلام عليكم، أهلا فيكم فيديو جديد. راح أتكلم معكم اليوم عن أبل تي في بلس، وين تقدر تشوف أبل تي في بلس. طبعا الشرح راح يكون على الآيباد، لكن هو نفس الآيباد نفس الآيفون، ما في فرق، لكن الديزاين البرنامج راح يختلف. كبداية نفتح معاكم برنامج أبل تي في، أوكي؟ أبل تي في، ما بأبل تي في بلس، أبل تي في. أبل تي في بلس ما في برنامج لأحين، أوكي؟ في برنامج اسمه أبل تي في. ليش أبل مسوي مني برنامج أبل تي في؟ أوكي؟ أبل، برنامج أبل تي في هذا موجود من سنة، شنو هي؟ يعني من زمان موجود أبل تي في، نفس السنة هذه أو السنة اللي راحت، بس برنامج أبل تي في هذا اللي أكلمكم عنه. وأسف على الكواليتي، نصب لكم برنامج من ميكس كام. اللي بيسألني عن البرنامج مشغل الشاشتين، كيف أجاوب لكم بسرعة عند الشيء. الشاشتين ميكس كام يشتغل على ايفون 10S، جوالات ايفون، جوالات 2018 وجوالات 2019 مع الايبادات 18 19، اوكي، لانك تشغل الكاميرتين في نفس الوقت، او بالاحرى ثلاث كاميرات، لان تكون برضه اسوي زوم ان زوم اوت، الكاميرتين اللي ورا والكاميرا قدام. المهم نرجع معاكم. اشخاص عندهم خدمات كثيرة، نتفليكس عندهم، جوجل برايم، جوجل برايم، امازون برايم، هولو، سلينج، اتش بي او ناو، مثل ما تشوفون اللي كلهم اللي هنا موجودين. طبعا مو كلهم موجودين فابل تي في، لكن ابعلمكم الزبدة حقتهم كلهم. ابل سوت برنامج ابل تي في وكلمت الشركات هذه الستريمينج، قالت لهم اوكي، بدل ما انكم كل واحد ينزل له برنامج دخلوا عندنا في خدمة. قالوا اوكي، نتفليكس ما دخلت طبعا، ما تبي تخش، في مشاكل بينها وبين أبل. المهم الحين مثلا عندك فيلم وانت مشترك فيهم اشتراك شهري، عندك فيلم وتبي تبحث عن وتبي تشوف انت في اي برنامج موجود الفيلم، فش تسوي بدل ما دقيقه بس، بما بدل ما انك تروح تبحث تفتح هولو وتبحث عن ما حصلته، تفتح اتش بي او تبحث عن ما حصلته، تفتح نتفليكس تبحث عن ما حصلته، تفتح أبل قالت لك خلاص اشترك أنت في ذا البرنامج. وأنا أصلاً بعض البرامج هم منزلهم كنسلتهم مثل ما نشوف، ليش؟ لأن ما لهم داعي أصلاً موجودين، إن كل الخدمة هنا موجودة. خش هنا أسوي بحث ويطلع لي، أنا مسجل في الخدمات كلهم، يطلع لي وأقدر أشترك في الخدمة أو إني أسجل فيها، مثلاً أسجل في اتش بي او وخلاص أقدر أشوف الأفلام حق اتش بي او هنا. فببحث عن الفيلم، أي فيلم أبحث عن وبشوف وين موجود وأشوفه على طول يعني. فمثلاً بجرب معاكم الحين، طبعا برضو هذا الخدمات كلهم لحق الستريمينج. برضو أبل عندها برنامج الآيتونز اللي هو لحق الأفلام، تشتري أفلام بعد 6 شهور ينزلون في السينما، ينزلون تقدر تأجرهم أونلاين وتشوفهم أو تشتريهم، ما لهم شغل في الخدمات. يعني نتفليكس ما تقدر تحصل على البرنامج هذا ولا اتش بي او، فأبل تقول لك أوكي تقدر تشتري. نفس شركات السينما تنزل بعد 6 شهور ديجيتال وتقدر تأجره أو تشوفه يعني أو تشتري. برضو دخلتها في الخيار ده. فما تخش في أبل تي في وتحسب إن كل الأفلام اللي موجودة عندك ذيلي وهم أبل تي في بلس، لا، أوكي؟ كيف تعرف؟ مثلاً بنبحث عن برنامج، أو ليش قلت برنامج؟ بنبحث عن فيلم، لأن قبل شوي صارت لي مشكلة مع شخص، خلني أقرأ الكلام وأكتبه، أوكي؟ صارت مشكلة مع شخص يقول لي ما في ترجمة أبل تي في بلس، قلت له في ترجمة، قال لي ما برد تطلع لي ترجمة، دخلت ووريت وعلمته. قال لي بحث عن برنامج افنجرز شوف ليش ما في ترجمه. راح شو اللي سواه هو، ما ادري هل اشترك انت هو في خدمه ابل تي في بلس ولا ما اشترك. برضه فتح برنامج، شاف ان خدمه ابل تي في بلس اشتغلت، فتح برنامج ابل تي في، راح حق فيلم افنجرز، شرى الفيلم وحسب ان ابل تي في بلس، شرى الفيلم وقال الفيلم ما في ترجمه، ابل تي في بلس ما في ترجمه. هو البرنامج الفيلم افنجرز شركه مارفل، مكتوب استوديو مارفل هنا مثل ما نشوفه. واسف على الكواليتي، اوكي، مثل ما قلت لكم، فما لها شغل في أبل تي في أو أبل تي في بلس. كيف نعرف مثلا فتحنا الفيلم هذا أجار، أوكي، كيف نعرف وين موجود؟ نقدر ننزل تحت نشوف هنا الكوليكشن. طبعا خلاص أفنجرز ما تقدر، يعني ما تقدر تشتري أو ما تقدر تأجره، ما تقدر تشوفه برامج مثلا من هنا. هذا هو هاو تو واتش، يقول لك ما في الأخيرين كيف تشوفه، تشوفه والله كلش البرنامج، بس آسف يعني تشوفه تشتري أو أنك تأجره، بس هذا عندك الخيارين. ننزل تحت، خلي شو لو خلي كذا، ممكن فاتح لي الوايد على طول،
ممكن يكون أصفى، تقريبا أصفى. ننزل تحت نشوف اللانجوج هنا سبتايتلز، ما في سبتايتل، سبتايتلز ما في عربي. أوكي ما بدم بابا ذنب الشركة نفسها، شركة الاستوديو مال مارفلز ما نزل عربي بكيفه، هو ما يبي ينزل عربي. اوكي نرجع نشوف هذا الأفنجرز كلهم ما لهم شغل في أبل، ما لهم شغل حتى في نتفليكس، ما يدخلون، ما لهم شغل في الهولو شركات ذي الستريمينج، وذي الشركة اللي سوت الفيلم تبي بكيفه. فنرجع نشوف لكم، نخش هنا، هنا خشينا الحين كبداية هنا what to watch. اوكي خلنا خلي ذا على جنب، نشوف سي اول نفتحهم كلهم. اوكي هنا ذا مورنينج شو محطوط علامه ابل تي في تحت مثل ما نشوفه، سي محطوط علامه تي في تحت، هذا ابل تي في بلس تحت قصدي، هذا مديلي خدمه ابل تي في بلس، هذا ما بداخل ابل تي بلس. اوكي نفتح الفيلم قبل ما نشتري، نشوف هنا شراء مثلا او واتش. اوكي واتش احنا بعلمكم كيف الطريقه برضو، يعني انه تقدر تشوفه بالخدمات الستريمينج الثانيه مثل اتش بي او ذي، اللي نشوف وين موجوده هو الاصل، مثل مكتوب هنا برايم فيديو، يعني تقدر تشوفه في امازون برايم. ننزل تحت شوفه هاو تو واتش، مكتوب عندك هنا تقدر تشوف السيزون الاول والثاني في امازون برايم. انا طبعا عندي امازون برايم اقدر اشوف على طول. انا لو انك تشتري السيزون كامل او السيزون الاول $10، تنزل تحت ترجمة، بحطين لك الترجمة هنا، فترقى فوق تضغط هنا بلاي الحلقة دي، طبعا في مشاكل مساء انا سويت الفيديو في مشاكل ما ادري ليش، نشوف نجربه بعدين، بس المهم اللي ضغطت هنا يطلع لك صفحة يقول لك وين الستريمينج برامج البث اللي تقدر تشاهد فيه الفيلم ده، ما لها شغل في ابل تي في بلس، ما لها شغل في ابل تي في بلس. البرنامج هذا ده الاصل من البرنامج هذا يجمع لك الخدمات، علشان بدل ما تنزل كذا خدمة عندك ستريمينج جمعها لك في خدمة واحدة وتشوف فيهم كلهم، تسجل فيهم وتشوف كلهم. الناس قاموا يدخلون يمين ويسار، قاموا يدخلون كل البرامج انه خلاص كل الافلام دي تكون مجانا في ابل تي في بلس، ده ما بمجانا، هذه ما بكلهم في ابل تي في بلس، ابل تي في بلس توه بادئه من الصفر، فحبة حبة. يعني مثلا نخش ذا شو اسمه ذا فلاش، طبعا تدروا انه مالي في الافلام، فاوكي هنا مثلا هنا الستريمينج على شنو، على سي دبليو، لو بنضغط هنا يفتح لنا هنا مثل ما نشوف هذه هي على سي، فلازم احمل البرنامج او اني اسجل بنفس البرنامج عشان اقدر اشوف فيه، فجمعهم لي هنا. واقدر مثل ما نشوف هنا سيزون من الخامس الى السادس موجود في سي، اقدر اشتري سيزون كامل ستة، اشتريهم كلهم شوف كم واحد كل واحد بكم. طبعا اشتريهم منين؟ من الايتونز، فهذا الايتونز اللي برا، او في هولو في سيزون السادس، او في نتفليكس في من الاول للخامس. اوكي حركه حلوه، شلو ليش اشتريهم؟ ليش اجرهم من الخامس للسادس؟ انا اوريدي عندي نتفليكس اقدر اشوفهم في نتفليكس من الاول للخامس، وعندي برضو هولو، فهذا خلصت شفتهم من الاول للسادس، هذا الحركة ما يحتاج إني أشتريها من أمازون. طيب اللانجوج إنجليزي بس، ما لها شغل في السبتايتلز، ما لها شغل في أشي. مثلاً نطلع في نتفليكس، مثل ما شفت إحنا نتفليكس، ليش نتفليكس مثل ما قلت لكم ساعة، نتفليكس ما لها شغل في أبل تي في بلس، ما براضي تشغل أبل تي في بلس عندها، طبعاً لازم أسوي لها ساين خلي كل شيء ولي. هولو مثل ما نشوف نفتحها، طبعاً أسوي ساين إن أنا ما استخدم الجهاز هذا في الأفلام أصلاً، فكلها الحركة كذا. فهمت الحركة كلها. أبل تي في نرجع مثلا أوبرا، راح ننزل الفيلم حقها، نشوف هنا أبل تي في بلس الأوبرا، نضغط عليه هنا نفتحها. أبل تي في بلس كلهم مترجمين، لازم يكونوا مترجمين، إلى الآن أبل مترجمين الأفلام حقين، الآن الحساب حقي حين اللي تشوفونه ذا أمريكي ومترجم برضو. نضغط هنا، نضغط هنا السبتايتلز، جبنا العيد طلع ما بمترجم، انا ما فتحت الاوبرا، عاد اقول لكم اني اصلا مالي شغل في الافلام، شفت كيف؟ نزل تحت قبل ما تفتح الفيلم، صار عندك انترنت بطيء او شيء، تنزل تحت وتشوف هنا السبتايتلز، لانجوج موجوده سبتايتلز هنا، ما بحطين عليها اي شيء، سي سي اس دي اتش، فنشغلها مره ثانيه نشوف ما في سبتايتلز، هل ممكن من كلنا الاوبرا برنامج امريكي ما له شغل، يعني ما يبونها تو
تترجم برا لأنه هو داخل أمريكا يبونه، فهذا السبتايتلز اللي موجود بس. لكن خلينا نشوف الأفلام الثانية اللي موجودة مثل سي. فتحت سي أنا، أوكي سي هذا فتحته، ننزل تحت نشوف الترجمة هنا سبتايتلز، أول واحد بتشوفون اللغة العربية مثل ما نشوفها. طيب نصعد فوق نشغل، نضغط هنا هذا الأوديو، هنا الصوت، هنا اللغات كلهم، اللغة العربية هذه وهنا هذه اللغة العربية، خلاص ينقلب لكم باللغة العربية. طبعا تقدر تشغله، تقدر تخليه بيكتشر ان بيكتشر، تشتغل ثاني. اسف على اللي ما اقدر اطلع من النافذة، ما راح يطلع كويس من النافذة، فمثل ما نشوف بيكتشر ان بيكتشر تقدر تحركه وتفتح لك شيء ثاني كيفك، تخلي هنا تكبره شوي تشوف لك شيء ثاني. اتوقع ان فهمت الحركة. فأوبرا يمكن انه برنامج خاص في امريكي، يمكن يبون يخلونه ما ادري ليش. ذا مورنينج شوز يعتبر مسلسل، انا ليش كله اقول افلام، اكثر شيء مسلسلات ديلي عربي موجود. نصعد ابل تي في بلس، نضغط ابل تي في بلس، ما في شراء اوكي، لكن ابل تي في اللي هو الايتونز في شراء مثل ما نشوف، ترجمة موجودة بس تقريبا هذه الحركة وهذا كل شيء. ف ان شاء الله فهمته وفهمت الاشياء كلها. اتوقع ان البرنامج ما راح استخدمه مره ثانيه، حلو انك تشغل الكاميرتين لكن الكواليتي حقه كلش. فهمت الحركات كلها ابل شو مسويه، نجمع البرنامج هذا في ابل تي في، داخله في خدمه ابل تي في بلس اللي تشترك فيها. الخدمات الثانيه ذيلي دخلتهم ابل بالاشتراكات عشان تشوف الافلام، بدل انك تبحث هنا تشوف وين الفيلم، تبحث هنا تشوف وين الفيلم، افتح ابل تي في وابحث عن الفيلم وتشوفه على طول، يعني يعلمك وين موجود اسهل لك وبس. ف خدمة دبل تي في بلس مشتغلة الحين، إذا عندك ايفون 11 11 برو 11 برو ماكس، ايفونات السنة هذه يعطونك اشتراك مجاني مدة سنة كاملة. تفتح البرنامج يقول لك ان البرنامج عندك انت ايفون جديد فنعطيك اشتراك مجاني مدة سنة كاملة. وبرضو حركة بس اني ما بوريكم اياها بالضبط دقيقة. وبرضو اذا اصلا جهاز ابل جديد تقريبا كلها انك تعطي راح يعطونك سنة كاملة. برضو اذا دخلت الاعدادات الاي كلاود، فتخش في الفاميلي شيرينج هنا في الاي كلاود، اذا انت اوريدي اشتركت او ان في واحد عنده ايفون جديد مشترك يقدر يعطيك اشتراك مثل ما نشوف. بوريكم هنا، هنا الفاميلي شيرينج مثل ما نشوف يقدر يعطيك دعوه من تحت، ان متروسين مكتوب اد فاميليز اللي تحت، يضغط عليهم ويرسل لك دعوه اذا عنده ايفون جديد، ويقدر يدخلك عنده في الاي كلاود ويقدر يتحكم هو بالاشياء اللي تقدر تشوفها انت. مثلا تشوف تحت هذا الأشياء اللي يقدر تشوفه، يعني يقدر يخليك مثلا بس تشوف، تقدر تشترك إذا عنده آي كلاود مثلا، عنده مثلا اشتراك طويل كبير يقدر يدخلك معاه في الآي كلاود، يقدر يطفي كل شيء، يشغل بس اللي هو التي في شانلز اللي تحت، وإذا كان في الأركيد يقدر يشغل الأركيد، فأنت بكيفك يقدر يشغل أي شيء. مثلا مشغل التي في شانلز اللي تحت، فالأشخاص اللي عندي في العائلة، أنا بما إني عندي ايفون جديد ومشترك، فالأشخاص اللي موجود عندي في العائلة يقدرون يشوفون أبل تي في بلس مجانا باشتراكي انا. طبعا ما عندي انا مكان، انا عائلتي كلها وست اشخاص ممتلئين، يعني ما اقدر ادخل احد ثاني. بس في نهايه الفيديو ان شاء الله فهمت وش معنات ابل تي في بلس، فهمت الاشتراكات كلها. ابل تي في بلس هو خدمه نفس نتفليكس، اتوقع بيسك اقل شيء تعرفونها، او افضل شيء مثال، افضل مثال ابل تي في بلس نتفليكس، افلام خاصه فيها، ابل قاعده تصنع افلام خاصه فيها، ما بفيلم ابل لا، بس اكشن والاشياء ذي كلها نفس نتفليكس خاصه فيها، وتبدا تخليها في ابل تي في بلس اوكي. بس في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم، والسلام عليكم.